اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نعطيكم تحلية ولا أروع، بدون بيض بدون فارينة بدون دقيق، استهلك تونسي. عندي 3 كعبات، مش 3 كعبات، 3 بكويت جفريت بذوق الشوكولا. باش نستعمل 2 بكويت على الأول، ومن بعديك نشوف عيني ميزاني. باش شو كيما شفتوا لهنا حطيتهم في الصحفة، وباش نرحيهم بالبراميكسور. تنجموا ترحيوهم بيديكم، يعني هو جوفريت معناتها في ساعي تهروش، لكن لهنا يلزم حتى نقعدوا نرحيوه حتى لين يقر الزيت نتاعو. مش يقر الزيت يعني يولي لي بات، هذيك يقر الشوكولا نتاعو، مش بالاحرى الشوكولا نتاعو. لهنا هكا معناتها كيما تعرفوا بالبران، نقعد نسرحها بشويه ونقعد نرحي، نوسعوا بينا هكا شويه، في الاخر نتحصلوا على نتيجه روعه. ما عندكش جوفريت تنجم تستعمل اي نوع بسكوي واحد اخر، اما البسكوي الاخر باش نزيدوه معناتها الزبده، لكن انا والا المارغرين، لكن انا لهنا حبيت منه فيه، يعني صدقوني راهو بنين على الاخر. هذا تشيز كيك تحليه بارده، سميوها اللي تحبوا. انا اعطيتكم الطريقه وانتوما سميوها اللي تحبوا. للامانه انا عملتها في سيرسو، معناتها كبير، انا عملتها واحده كامله كبيره. انتوما كملت الباكو الثالث راهو. شفتوا لهنا غلفت السيرسو نتاعي بالبابي كويسون، وحطيت هذيك الطبقه نتاع البسكوي نتاع الجوفريت. لهنا انتم يعني ماذا بكم تعملوها في كيسين ولا في فيرين. الحقيقه انا ندمت اللي ما عملتهاش في فيرين، هي جات معناتها بنينه وكل شيء، وجات معناتها بيه، لكن انا هكا من بعد في الاخر، يعني في الاخر بعد ما كملتها قلت كان انا عملتها في فيرين يجيني احلى، وجي يعني منظرها معناتها نقول احنا هكا كل حاجه معناتها وحدها خير، فهمتوا. نقعد نرص هذيك الطبقه نتاع البسكوي كما تشوفوا لهنا، وباش ندخلها للفريجيدير تقريبا نص ساعه. ما بين انا كملت حضرت باقي المكونات، خذيت الحليب، خذيت باكو كريم شونتي في نفس البول، يعني ما تسالش حتى ماهيش مغسوله على خاطر فيها البسكوي، ما مش مشكله. حطيت الحليب وحطيت باش تقعد هذيك نكهه الشوكولاته في وسط الكريم شونتي، محاله مش برشا، اما كوميم تنجموا لهنا كريم شونتي تركضوها بالماء تجيكم خفيفة. انا اليوم عملتها بالحليب 2 بكويت كريم شونتي، ونقعد نركضهم حتى للي معناتها صاي تعقد لي هذيك الكريم شونتي. عادي يعني ديما الكريم شونتي نعملو الكميه الماء ولا كميه الحليب اقل من اللي ما هو مكتوب في وسط. انا صراحه نعمل بالعين، نصب الحليب ونحط الكلب 2 بكويت كريم شونتي، وديما نعمل يعني عيني ميزان ديما اقل، يعني اقل كمية. بعد كي تجيني عاقدة نزيدها شوية حليب، لكن والا شوية ما، اما كي تجي جارية تزيدها الكريم شونتي. لهنا اخذيت باكو كريم باتسير بذوق الشوكولا، طيبته على 350 مليلتر حليب و3 مغارف سكر، ومن بعدك غطيته وخليته حتى لين يبرد كيما نفس التمبيراتور متاع الكريم شونتي في الفريجيدير. وتوا ضفتهم لهنا فوق الكريم شونتي وباش نركضهم مع بعضهم. اولا يزكى تجيني كميه كبيره من الكريمه، وثانيا تعطي جو مزيان برشا للكريمه نتاعنا، جو ذوق الشوكولا وهذيك الجوفريت شوكولا. صدقوني جيت تحليه ولا اروع. اما قلت لكم حاجه الوحيده اللي انا ندمت عليه اني انا ما عملتهاش في كيسين، معناتها في كيسين نتاع نقدموا فيهم التحليه. سي ركضت الخليط نتاعي كامل مع بعضه، الكريم الزوز مع بعضهم، تو باش نصبهم فوق هذيك الخليط. 3 مكونات يعني ولا 4 مكونات عملنا ابن تحلية، بدون فرن بدون بيض بدون دقيق ابيض بدون معناتها. وفي نفس الوقت حبيت هكا ماهيش مكلفة، ونحاول نسمحها كيما تشوفوا لهنا هكا، ومن بعديك باش ندخلها للمجمد تبرد، بردت بالباهي بالباهي معناها. ولطو هي تبرد انا باش نحضر القناش. ديما انا القناش نتاعي راني انا ديما نعمله ما نبدلوش، نعمل 2 طوابع شوكولاته، هذيك شوكولاته معناتها الكبيره، ونضيف عليها كعبه ياغورت شوكولا، اي كعبه ياغورت شوكولا.
جيتو لهنا خليته معناتها لو حطيته في بان ماري سرق وخليته برد ومتوع، وتأكدوا بالليش يعني جريته شويه باش كي نصبوا فوق هذيك الخليط ما يمشي لي، يعني يعطي منظر مزيان من فوق، تولينا التحليه نتاعنا ليس كيما تشوفوا لهنا هكا، خاطر كيما تعرفوا اذا جمد القناش ما يعطيش معنيتها من بعد، ما يمشينيش فوق الكريمه وما يعطينيش منظر مزيان. صبيت هذيك القناش هكا كيما تشوفوا من الفوق في ساعة على خاطر الكريمة متاعنا باردة برشا، ونحاول هكا نسمحها ونرجعها للفريجيدير تبرد. هذه هيك التحلية متاعنا، صدقوني راهم شيخوا بيها على الاخر، فيها قوم مزيان، هذيك الجوفريت، هذيك الكريمة والقناش من الفوق. نحاول هكا نحي هذيك القرطاس، نسمحها هكا شوية من الفوق، زينتها بوريدات من الفوق. تنجموا تزينوها بكاكاو، تنجموا تزينوها بفيكيا، تنجموا كيما تنجموا خليوها هكا. انا معناتها حبيت هكا حاجه بسيطه وفينو يعني، وراهي بنينه الفايده في البنه نتاعها عباره يعني، من صدقوني ما نحكي لكمش عليك، البنه راهي روعه روعه روعه. يوصل معايا المرحله هذه من الفيديو قولوا فضلا، ما تنسانيش في لايك، ولي أول مرة تشوف قناتي اشترك وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة، وباي باي وبسلامة، خليكم مع بقية الفيديو.
وفي دقائق تحضر وسهله ومكونات متوفره موجوده في كل بيت كما تشوفوا لهنا. نودكم ومشاهيكم بالاحرى هي خبزه بسكوي على طريقتي. لهنا ان شاء الله يعجبكم الفيديو متاع اليوم. بلمسه بسيطه عندي لهنا اطر حليب باش نصبها في الكسرونه نصفيها اول حاجه، باش نضيف عليها نص باكو كريمه كريم باتيسير بذوق الكراميل، باش نضيف عليها باكو كريم كراميل كيما تشوفوا هكا، وبالطبيعة باش نضيف عليها مغرفتين نشا والسكر حسب الذوق، ونخليهم يغليوا على الغاز حتى لين يطيبوا يطيب الخليط نتاعي ويعقد، باش نضيف عليهم نص مغرفه نسكافيه ولا قهوه سريعه الذوبان. وصفه سهله وبسيطه وكما قلت لكم سريعه تحضر فيسه فيسه، والله العظيم معناتها بنينه على الاخر جيت ما نحكي لكمش. نتمنى تجربوها، هي خبزه البسكوي نتاعنا نتاع العاده، لكن انا هكا حاولت نغير فيها شويه ولا وعملتها نقولوا احنا مكونات على ذوقي انا على كيفي انا معناتها. جربوها وما تندموش. هكا هو نقعد نضيف مغرفتين نشا ونحرك توا كل شيء في البارد، ومن بعد كنحطهم على الغاز يغليو حتى لين يطيب الكريمه نتاعي ونرجع. بالطبيعة ما تنسونيش في لايك وفي كومنتير حلو تشجيعاتكم، ان شاء الله يعجبكم الفيديو متاع اليوم. نحبكم تشجعوني برشا لايكات البرشا.